ترتفع المخاوف من انتشار وباء الإيبولا بعد ظهور الفيروس مؤخرا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ووصوله إلى مدينة بانداكا المكتظة. فالمدينة عدا عن كونها مركزا تجاريا ضخما فهي تطل على نهر الكونغو وتتصل برا وبحرا وجوا بالعاصمة كينشاسا، مما يرفع فرص انتشار المرض عبر المسافرين، وهو ما دعا منظمة إيكو هيلث لتحليل خارطة الطيران العالمية في محاولة لتوقع الدول المعرضة لخطر انتقال المرض، وهي جمهورية الكونغو وأثيوبيا وكينيا وجنوب أفريقيا وبلجيكا وفرنسا حتى. وحتى الآن توفي أكثر من 25 شخصا من أصل 58، وهو ما يجعل نسبة الوفاة جراء المرض 47%. وظهر المرض لأول مرة عام 76 في قرية بجمهورية الكونغو الديمقراطية ولاحقا في السودان، ولا يزال أصل الفيروس غير معروف، لكن الاحتمالات تشير إلى أن خفاش الفاكهة من الكائنات المضيفة له. ينتقل الفيروس عبر ملامسة الحيوانات المصابة أو ملامسة سوائل جسم المصابين بالعدوى، والتي تنتقل بالعادة عبر الخدوش الجلدية، وهو ما يرفع فرص العدوى لدى الأشخاص الذين يعتنون بالمرضى وحتى أولئك الذين يتولون إجراءات الدفن. وتتلخص أعراض المرضى بالحمى وآلام العضلات، الصداع، الالتهاب في الحلق، القيء والإسهال، ضعف بوظائف الكبد والكلى، وقد يصل أيضا لحد النزيف الداخلي والخارجي. وكان الوباء قد انتشر في الفترة بين عامي 2014 و2016 حاصدا أرواح 11,000 شخص في سيراليون، ليبيريا وغينيا. كل هذا الموضوع نتحدث عنه الليلة مع أخصائي الأمراض الجرثومية المعدية الدكتور جيلبير الحلو، حتى نقف عند الجانب الطبي من هذا المرض. دكتور جيلبير، أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية. عندما تتابع هذه الأخبار التي تأتينا من جمهورية الكونغو الديمقراطية تحديدا حول تفشي الإيبولا، من الناحية الطبية ما الذي يخيفكم أكثر؟ ما هي خطورة هذا الموضوع؟ السلام عليكم بداية، ورمضان كريم للجميع. أهلا وسهلا. هلا مثل ما تفضلتي وذكرتي بالمقدمة الجميلة جدا عملتيها والاستفاضة عن وضع الفيروس، بتعرفي يعني إذا بدنا نرجع شوي صغيرة بالتاريخ، هو الفيروس بالأساس أول مرة نحكى عنه على أيام ما كان الكونغو بعد اسمه الزئير بالتاريخ، أول مرة تسمى فيروس الإيبولا بوقتها، ورجعت بال 2010 لتاخد إذا بدك التسمية المعرف عليها اليوم اللي هي اسمها إيبولا فيروس. هلا نحن صادفت قبل بال 2014 وصار في عنا انتشار هالوباء، وصار في هالخوف اللي إذا بدك من انتشاره مثل ما تفضلتي وقلتي عن طريق الملامسة، عن طريق الإفرازات، وهو طبعا من الأمراض المعدية الخطرة، إن كان عن طريق حيوان لإنسان أو عن طريق إنسان مصاب لإنسان تاني. هلا وهون أهمية بس يكون في عنا أي وباء، الإيبولا أو غيره، أهم شيء نقدر نحصر للوباء حتى ما يطلع من منطقة بقلب البلد لمنطقة تاني ويرجع بفترة تاني يطلع من بلد لبلد تاني. طيب دعني أفهم منك دكتور جيلبير نقطة مهمة، نحن اليوم نتحدث عن مرض، عن وباء أو عن فيروس، يعني ما نقرأه هو الـ EVD أو إيبولا فيروس ديزيز، هل يبدأ كفيروس ويتحول لمرض ووباء؟ نعم، هو تعريفه فيروس، يعني نحن بتعرف بعلم الأمراض الجرثومية أو الأمراض الجرثومية والمعدية بنقسم الطفيليات اللي هن البارازيت، البكتيريا أو الجراثيم والفيروس. الإيبولا بيدخل مثل ما تفضلتي وقلتي بيدخل بنطاق الفيروسز، منه فطريات، منه طفيليات، ومنه بكتيريا، نعم هو فيروس. وهون خطورته، يعني بس نحكي فيروس، يعني إذا بدنا نعطي مثل الإنفلونزا هو فيروس، وبنعرف وباء الإنفلونزا شو بيقدر يعمل. طبعا الإيبولا فيروس أخطر بكتير،
يعني لما نحكي نحن وهالتضويء الاضاءه الاعلاميه اللي عم تتفضلوا وتذكروها واللي عم بيضوي عليها العالم كله، لانه خطر الوفاه فيه عالي جدا. يعني نحن بس نحكي بايبولا هيموراجيك فيفر عم تحكي خطر الوفاه 50 بيقدر يلامس ال 70 80% صحيح. وبيقدر ينتقل من بلد لبلد. هلا بما انه عم نحكي عن فيروس، وهون نحن يعني طبعا الهدف التوعية، والهدف كمان نقدر نساعد ونطمن عن طريقة الوقاية إذا بنقدر نقولها. طبعا الوقاية واللي هي بالطب القديم والحديث بيقولوا الوقاية هي خير علاج. صحيح. الوقاية واللي هذا بعتقد اللي أهم شيء نقدر نضوي عليه، أول شيء بتنضوي ضمن المنطقة المنتشر فيها الفيروس أو البلد المنتشر فيه الفيروس، من ناحية الأشخاص اللي لقطين المرض يكونوا بشكل معزول تما نقلوا الفيروس لشخص تاني. هيدي واحد. اثنين، بيقع بأمراض الجرثومية وبشكل خاص بالفيروسز، عطول التركيز ضمن الـ WHO أو منظمة الصحة العالمية عطول بيشتغلوا على لقاحات، يعني بنقصد نقول طعم باللغة الدارجة، بنقول طعم صحيح. أو لقاح، واللي هو بيقدر وهو بيقدر بالحالات إذا بيصير فيه لقاح بخفف نسبة انتشار الفيروس، وهو إذا بدنا نقول الطريقة الأفضل لنقدر نساعد هالبلدين، وبالإضافة طبعا بنسميها المجرز الوقائية العالمية. تفضلي. قبل أنه ننتقل دكتور جيلبير للقاحات والأدوية المخصصة للإيبولا، سأتوقف عند هذه النقطة، لكن دعني أسألك عن العلامات والأعراض التي تبدأ مع المصاب. هل تبدأ بالفعل مباشرة عندما يعني لنقل يصاب، أم أنه بعد أيام أو أسابيع من الإصابة؟ مثل ما تفضلتي وذكرت باللمحة اللي بديتيها بالأول، مثل كل التهاب كل فيروس في شيء اسمه الانكوبيشن بيريد، يعني في الفترة بعد ما المريض يصاب بالفيروس ليبلشوا يبينوا عليه عوارض الإصابة بالفيروس. والعوارض للأسف بعلم الفيروس إن كان إيبولا أو غيره بالأول فيها تشبه بعضها، يعني عم نحكي بحمى مثل ما تفضلتي وقلتي، بحرارة عالية، نقدر نحكي بتكسير بالمفاصل، بتكسير بالعضلات، يعني بتقدر تشبه إذا بدك عوارض الرشح اللي بنسميها فلو لايك سيمتومز أو عوارض أي فيروس. وهون أهمية الطبيب لما يكون عم بيشوف مريض، وخصوصا ضمن اختصاصنا، اول اسئله بيسالها شيء بنسميه سوشيال هيستوري او الحياه اليوميه تبع المريض، يعني هل كان مسافر لدوله فيها وباء ان كان ايبولا او غيره، هل هالمريض كان على احتكاك مع مريض ثاني عنده ذات العوارض، هل الى هودي اهم شيء اللي بيقدروا يساعدونا حتى بالفتره الاوليه ما نخلط بين الايبولا وشيء ثاني ونفكر انه هالمريض عامل عوارض رشح او فيروس بسيط من عائله الاي بي في او سي ام في، من عائله ابسط بكثير، وبعد ما يبلشوا يبينوا العوارض الخطيره، يعني عوارض النزف والى اخره والمالتيبل اورجان فيلور او أو خسارة الأعضاء الحيوية بالجسم، بنكون ساعتها تأخرنا. طيب. بيكون بهالوقت المريض نقل العدوى لحدا تاني ضمنهم اللي عم يشتغلوا معه. الآن الخطورة انتقال هذا المرض أو هذا الفيروس من هذه المناطق التي تحدثنا عنها اليوم تحديدا الكونغو إلى دول أخرى، قد تحدثنا أيضا عن فرنسا، تحدثنا عن بلجيكا، يعني وبالتالي انتقل إلى دول أوروبية يمكن أن تنتشر عبرها بطريقة أسرع. السؤال الأبرز اليوم، الأدوية المخصصة لهذا المرض أو لهذا الفيروس، اللقاحات اللي خرجنا بها مؤخرا، هل تعتبر كافية لإيقاف هذا المرض؟ مثل ما ذكرت وبرجع بوضح، نحن اللقاحات هدفها تحد. هلأ بتلغي 100%؟ طبعا لا، ما فينا نقول نحن انه اذا مشينا باللقاحات نقدر نلغي 100%، انما هي احد اذا بدك السبل اللي بايدنا. يعني احنا اليوم شو في بايدنا؟ في بايدنا اللقاح، في بايدنا الاهتمام ضمن المنطقه او ضمن البلد لتحديد الانتشار، والمهم جدا كمان من القصص اللي بتنعمل هي على الحدود، ان كان الحدود البحريه او الحدود البريه او الحدود يعني المريض الطالع من بلد لبلد. واذا بدنا ناخذ على سبيل المثال لما صارت المشكله من كم سنه وبلش الايبولا، رغم كل القصص اللي انعملت ورغم كل الهيدا، بالولايات المتحده الامريكيه مثلا تسجل اربع اصابات. صحيح. من كم سنه بايطاليا تسجل اصابه، باليونايتد كينجدوم
انجلترا اصابه. يعني طبعا ما في يقول انه بتمنع 100%، انما اذا بدك تقارني يعني ال 10666 اصابه حصلوا من 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 كم سنه، فقط اربع اصابات بامريكا، وحده بالمملكه المتحده. هذا بيعني انه اللقاح والبريفنتيف ميجرز اللي بنستعملها للاشخاص المسافرين وعلى المطار لما يكون في سكريننج، او اذا بدك اجراءات الوقائيه للاشخاص المسافرين من هالبلد، طبعا بنقدر نحد. انما ضمن المحيط الواحد او ضمن البلدان القريبه، يعني بنرجع نعيد شوي، بلشت وقتها بليبيريا، طلعت على سيراليون، طلعت على غينيا، وهلا للاسف كمان عم نحكي بالكونغو. وهون اهميه وزاره الصحه بالبلد المعني، ووزاره الصحه بكل بلد عم يجي مصابين من هالمنطقه، هن يعملوا الاجراءات الوقائيه. هون مثلا عندنا بلبنان هذا اللي صار وقتها. من هنا ضرورة تكثيف الجهود الدولية للقضاء على المرض. شكرا جزيلا لك دكتور جيلبير الحلو، أخصائي الأمراض الجرثومية، كان معنا من بيروت.